البعض يقول محمد هاشم لا يقف كثيرا عند نقطة الإجور على عكس بعض الفنانين، شو تحب تصف هاي الحالة؟ هل هو قناعة أم تقبل لكسب المعيشة؟ يعني فيما يقولون يسحق إجور الممثل معروفة. إيه؟ معروفة. أنا ما أتبجح، بس أنا أخذ أعلى أجر ممكن أن يأخذ أي ممثل نجم، أنا أخذه. أنا هذا الشيء أعرفه بالمناسبة، أنا بس أنا أريدك توضح للجمهور. أنا ما أتبجح بهذه المواضيع، أما على مستوى التمثيل فأنا يا سيدي العزيز في كل الأجيال القديمة والشباب وجيلي أقل ممثل مشتغل. أنا أشتغل بالسنة مسلسل واحد أو كل سنتين مسلسل واحد، والدليل اليوتيوب موجود والتاريخ موجود والسنين موجودة. صح. راح تشوف الفلان الفلاني مشتغل ست أعمال وسبعة، محمد هاشم مشهد مسلسل واحد. لكن شو أسوي، أنا رجل مبدع وأعمالي الناس يحبوها فيحسون ايه شوية بغرور ايه يحسون أنه أنا مشتغل أكثر من عمل. ايه فأنا التاريخ يقول يعني كل الأشياء تقول أنا أقل ممثل أعمل، بس أعمالي تكون بس مؤثرة. برامج بيشتغل 50 برنامج، أما اللي يريد يحكي خليه بيشتغل 50 برنامج. أي طبعا طبعا. أيه. البرامج احنا المقدمين نروح لهن بعد لا أكثر من 50.